لأكثر من مليون سنة حكمت الأسود السافانا الأفريقية وهي تتربع على رأس الهرم الغذائي، لأنها لا تخاف شيئا بفضل قوتها الخارقة وقدرتها الهائلة على الوثب وتضامنها في الصيد. لا تخاف الأسود من التهام أي شيء، الأسد ملك الوحوش، سنراه كما لم يره أحد من قبل، قلبا وقالبا، من خلال برنامج أنا وحش. إنه وسط سبتمبر في شرق أفريقيا، موسم الجفاف. يعيش 12 أسدا بالغا وستة أشبال في زمرة واحدة، وهي تشكل زمرة كبيرة تعيش وتصطاد معا لمدى الحياة. هذا الموسم حار وجاف على نحو لافت، وكثير من الحيوانات التي تمثل فرائس للأسود بدأت تهاجر إلى مراع أكثر اخضرارا، مما يعني فرص صيد أقل. يحتاج كل أسد إلى 5 كيلوغرامات من اللحم يوميا، أي حوالي 8000 وحدة حرارية. ومع تضاؤل فرص الحصول على وجبة، باتت الزمرة غير قادرة على تحمل صيد خاسر. لكن إسقاط حيوان يبلغ 5 أضعاف حجم الأسد لن يكون سهلا. تمثل الجواميس تحديا كبيرا، فهي حيوانات يقظة جدا، تنام ساعة واحدة فقط خلال الليل، ونومها متقطع لا يتعدى بضع دقائق خلال القسط الواحد. قرون الجاموس حادة، وقد يصل طولها مترا كاملا، وهي قادرة بسهولة على أن تقتل بها أسدا. تتولى الجواميس حماية نفسها، فالصغيرة منها والضعيفة تبقى في وسط القطيع، أما القوية منها فهي تشكل حلقة تحيط بالقطيع وتتكون بمعظمها من الذكور. بهدف الإمساك بالجاموس أو بفريسة أخرى، يحتاج الأسد إلى عمل جماعي وإلى تخطيط. تستطيع اللبؤة أن تمسك بالجاموس، لكنها غير قادرة على طرحه أرضاً وحدها. من ناحية أخرى، تستطيع أن تأكل غزالاً، لكنها لا تستطيع اصطياده، فهي ليست سريعة بما يكفي للقيام بذلك، لذا فهي بحاجة إلى شركاء. إن كانت هذه الأسود ستتشارك في وجبة من لحم الجاموس، فعلى كل واحد منها أن يؤدي دوره على أكمل وجه. هناك أسود أسرع من الأخرى، وهي قادرة على قتل الفريسة بسرعة أكبر، وهناك التي تتمتع بقوة أكبر وتستطيع الإمساك بفم الجاموس وطرحه أرضا. بعض الأسود يعرف أنه مؤهل أكثر من سواه لخوض تحديات قاسية. يبدأ الصيد عندما تبدأ لبؤتان بمطاردة قطيع الجواميس، فترغمانه على الركض مذعورا. تتولى واحدة من اللبؤتين المهاجمتين تقويم الوضع، وتقرر أي واحد من الجواميس سيكون الهدف. إنها تبحث عن تلك الضعيفة،
وتستفرد إما بعجل صغير وإما بجاموس مريض أو أي واحد ينفصل عن القطيع. ما هي إلا ثوان قليلة حتى تمكنت من تحديد الهدف، أنثى جاموس ذات قرن مكسور. إن قتالا عنيفا بما يكفي لكي ينكسر خلاله قرن الجاموس هو قتال يخلف بالتأكيد أضرارا أشد خطرا على هذا المصاب. تستطيع اللبوءة أن تعدو بسرعة معدلها 54 كيلومترا في الساعة، لكن تلك التي تقوم بشن الهجوم هي الأكثر مرونة والأسرع بين لبات الزمرة، وقد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة. تجري لبوءة مهاجمة خلف كل واحدة من اللبوءتين المطاردتين وتبدأ بشن هجومها. تهاجم بمخالبها المذهلة، في كل كف أربعة مخالب حادة مصوبة إلى الأمام وزماعة موجهة إلى الخلف، وكل واحدة منها مثبتة في كرة ومفصل ومستقلة عن البراثن الأخرى. عندما يحاول الجاموس أن يسقط اللبوءة ويبعدها عنه، تكيف قبضتها بحيث تمسكه بإحكام، وهذه ليست مهمة سهلة. يسحب الجاموس اللبوء بمقدار كبير من الطاقة. كأن المخالب في كل كف تحاول التمسك بصخرة مندفعة بزخم هائل. لكن التعزيزات لا تلبث أن تصل. أسدان آخران يقفزان فوق ظهر الجاموس ويستخدمان وزنيهما لكي يطرحاه أرضاً. إن الجاموس الذي يزن 770 كيلوغراماً يحمل الآن ثلاثة أسود يبلغ مجموع أوزانها أكثر من 400 كيلوغرام. تقوم واحدة من اللبات بغرز نابيها الضخمين في جسم الجاموس، بينما تقوم أخرى بتكميم فمه وأنفه بواسطة فمها. خلال 15 ثانية يشعر الجاموس بنقص الأكسجين فيصاب بالذعر، مما يؤدي إلى خفقان سريع في القلب وحركة عصبية. وبدلا من أن يحافظ على ما بقي في جسمه من أكسجين يستهلكه سريعا. عندها يصاب بالغثيان وبارتخاء العضل. أخيرا ينتهي الأمر. لكن بعد هذه المهمة الشاقة لا تبدأ اللبوءة الصيادة بالأكل. قبل أن يسمح لها الذكر بذلك، سوف يلتهم 20 كيلوغراما من لحم الجاموس قبل أن تدنو الإناث منه. الذكر هو الملك المسيطر، كما كان دائماً الزعيم المطلق والأهم. لكل زمرة أسدان أو ثلاثة أسود، لكن لهذه الزمرة ذكر واحد. إنه يحمي مجموعته ويهتم بالأشبال، يجوب أرض عشيرته ويحرسها من الدخلاء. إنه لا يشارك في عمليات الصيد كالإناث، بالرغم من أنه يأكل قبل سواه. من الجيد أن تكون ملكاً. لقد كان صيداً موفقاً. إن الكيلوغرامات 450 ستزود المجموعة 700,000 وحدة حرارية، وهذا يكفيها أسبوعا كاملا. المجموعة تأكل، يبشر الزئير القادم من بعيد بالمتاعب، وهي متاعب قد تغير حياة الزمرة إلى الأبد.
هناك دخيل يقترب، لكن هدفه ليس سرقة جثة الجاموس. لقد جاء كي يتحدى الذكر المسيطر ويحكم الزمرة. منذ سنتين جاء الذكر المسيطر وكان هو المتحدي. كمعظم الذكور بدأت لبدته تكبر وأصبح ذكرا بالغا في عمر السنتين. لقد طرد من الزمرة التي ولد فيها. لهذه الظاهرة هدف محدد، بما أن صلة قرابة تربطه بإناث الزمرة فعليه إذن أن ينفصل عنها لكي يتزاوج. لكنه في سن المراهقة لم يكن قويا بما يكفي لكي يزيح ذكرا مسيطرا ويجلس مكانه، فبقي مشردا لأكثر من سنة ينتظر اللحظة المؤاتية لبسط سيطرته على زمرة. وبعد سنتين نجح في ذلك. الآن صوت الزئير الذي يجأر من بعيد يظهر بوضوح أن السلطة ستنتقل. شخصيا سمعت زئير أسود من على بعد عشرات كيلومترات، وعندما تنتبه إلى بعد المسافة تصيبك الدهشة من قوة الصوت. إن زئير الأسد لا نسمعه وحسب، بل نشعر به أيضا، وهو ينشأ عندما تتحرك العضلات بين الأضلع وتعمل كالنفاخات، فتطلق الهواء بسرعة 80 كيلومترا في الساعة باتجاه أوتار صوتية وتتسبب بارتجاجها. لكن ما يمنح الزئير قوته هو حجرة تكبير الصوت بين سقف الحلق ومؤخر الحنجرة. هنا يتردد الصوت فيزداد سرعة وقوة. وفي حجرة تكبير الصوت هذا يستطيع الأسد أن يتحكم في نغمة الزئير، كما يغير مغني الأوبرا النوتة الموسيقية، والنتيجة صوت مدون قد يبلغ 115 ديسيبل كصوت صادر عن حفلة روك. يسمع في المكان زئير آخر، وهذه المرة من مكان أقرب. إنها سلسلة من صيحات متقطعة واضحة البداية والنهاية، وهذا ما يسهل معرفة مصدر الزئير. المسألة تتوقف على التهويل، لا أظن أن أحدهما سيقتل الآخر. يعرفان أن للإصابة نتائج سيئة. الآن أمام الأسد المسيطر كما الآخر المتحدي خيار واحد، إما القتال وإما الرحيل. لكن الأمر لم يعد بسيطا كما من قبل. فجأة وجد نفسه ليس في مواجهة أسد واحد فقط، بل اثنين. بينما يهاجم الدخيل الأول يتسلل الدخيل الثاني لتهديد الزمرة. يتعرض أسد الزمرة لإصابة في كفه فيسقط أرضا مستلقيا على ظهره في إشارة للاستسلام. لقد خسر زمرته وأرضه. إن الأكثر سيطرة وسطوة بين الأسدين المتحديين هو الذي سيكون القائد الجديد. ومع انتقال السلطة إليه تتخذ الأمور منحا قاسيا ووحشيا.
إنه يقتل كل الأشبال. قد يبدو هذا في غاية الوحشية، لكن ما يسعى الذكر إليه هو القضاء على مملكة سلفه ليبدأ بإقامة مملكة خاصة به. يريد التأكد من أن الصغار هي منه ومن تلك الجينات التي يسعى لنقلها إلى الجيل الجديد. إذا تمكن الحاكم الجديد من البقاء مع الزمرة لوقت كاف كي تبلغ أشباله فستستمر جيناته. قد تقاوم الإناث في البداية جهود الذكر الجديد للتزاوج بها، إلا أن وزنه البالغ 225 كيلوغراماً يفوق وزنها بنسبة 30%. لكن لقتل الأشبال هدف آخر، فهو يجعل الإناث مستعدة للتزاوج. إن سنوات الاستقرار التي عرفتها هذه الزمرة قد انتهت بلمح البصر. الذكر الجديد الحاكم يقود المجموعة في رحلة صيد ليثبت سلطته عليها. اليوم لن تصطاد الأسود جاموساً بل شيئاً أهم بكثير. فريسة طولها أكثر من 5 أمتار ووزنها 1800 كيلوغرام. لها ساقان أطول من أسد واقف على قدميه، وهي قادرة على قتله برفسة واحدة. رأيت زرافة وهي تسدد رفسة جانبية، وسمعت طقطقة العظام وهي تنكسر من مسافة 90 مترا. إذا كانت الأسود تريد قتل حيوان بهذا الحجم، فعلى الذكور أن تشارك في الصيد. ليست هناك قاعدة بأن الذكور لا تصطاد، إنها تصطاد. وقد رأيت بعضها يطارد زرافة، وهي حيوان عملاق يتطلب اصطيادها تضافر جهود عدة أسود، فوزن الأسود هو الوسيلة لطرحها أرضا. ليست الزرافة ضخمة وقوية وحسب، بل أيضا سريعة ومرنة. وزمرة الأسود تحتاج إلى استراتيجية موحدة لإنجاح الصيد، عليها أن تنصب لها شركا. تمكنت 3 لبات من سوق هذه الزرافة نحو بقعة تنمو فيها أشجار الأكاسيا، حيث تربض المجموعة. الزرافة محاطة بالأشجار من 3 جهات، والأسود تسد طريقها من الجهة الرابعة. الزرافة مذعورة، إذ لم يعد أمامها مكان تلجأ إليه. والأسود تنتظر اللحظة المؤاتية للانقضاض عليها. لن تستسلم الزرافة بسهولة، حتى في مواجهة مجموعة كاملة من الأسود. وقتلها يستغرق حوالي ساعة من الوقت. بينما تحتفي الزمرة بلحم الزرافة، يتجول الأسد المهزوم وحيدا في السافانا على بعد أقل من 2 كيلومترين، والجوع بدأ يغلبه. لقد تعرض لإصابة في كفه، والأسوأ من ذلك أنه كلما توجه إلى بقعة وجد أنها منطقة لزمرة أخرى. قد تعيش 3 أو 4 مجموعات في دائرة قطرها بين 20 و40 كيلومترا، والفرصة الوحيدة المتاحة أمامه هي في البقاء متخفيا وإحداث أقل قدر ممكن من الضجيج والجري سريعا حتى يخرج من منطقة المجموعة.
إنه معتاد أن يتسلل متخفيا نحو فريسته لكي يصطادها، لكن عليه الآن لا يثير جلبة حتى لا يصبح هو نفسه فريسة. لقد كسب حوالي 30,000 وحدة حرارية منذ 4 أيام، لكن لم يبق لديه الكثير من الاحتياط، إذ إنه يستهلك أكثر من 10,000 وحدة حرارية في اليوم. في طرفة عين تغير كل شيء في حياته. اشتد جوعه وبات متشرداً يطوف كالضباع. في هذه الأثناء تأخذ زمرته السابقة كامل وقتها لالتهام الوجبة الكبيرة، وهي وجبة تحتوي على أكثر من 1,000,000 وحدة حرارية وتكفي المجموعة لعشرة أيام، هذا إذا تمكنت من أكل الزرافة بكاملها في وجبة واحدة. تأكل الأسود حتى التخمة، تلتهم 18 كيلوغراما من اللحم، ثم تتوجه نحو أقرب حفرة مائية لتشرب، وبعدها تنام 18 ساعة. عندما تستيقظ تكون الضباع قد استولت على الجثة وشبعت مما بقي منها. الزرافة تكفي الأسود أسبوعا كاملا، لكنها بدلا من ذلك تنطلق مع حلول المساء التالي في رحلة صيد جديدة. عند الغروب يخف الحر في السافانا، لكن ليس الجو اللطيف هو ما يقود الأسود إلى الصيد في الليل، بل الاستراتيجية. لا أحد منا يستطيع أن يرى حيواناً في الظلام من على بعد 90 متراً، لكن الأسود تستطيع رؤيته حتى وهو يتنفس. للجاموس رؤية ليلية محدودة جداً، لذا فهو يبقى حذراً. لكن ثمة جاموس وحيد يتجول بعيداً عن القطيع. عندما يحتجب القمر خلف الغيوم تتضاءل الرؤية ويشتد الظلام، فتشن الأسود هجومها بقيادة اللبؤة المهاجمة. إن مقلة عينها والقرنية بداخلها هما أكبر حجماً من تلك التي نجدها لدى أي من الحيوانات الأخرى من آكلات اللحوم، وهي تفتح بؤبؤ عينيها 3 مرات أكبر مما يفعل البشر. لكن سر رؤيتها الليلية يكمن في الغشاء الفريد العاكس للضوء في مؤخر عينها، مما يضمن وصول كل الفوتونات الضوئية إلى داخل خلايا شبكة العين. إن عين الأسد وحتى في غياب القمر والنجوم وتحت الظلام الدامس تستطيع تأمين صورة أفضل من تلك التي نحصل عليها من خلال المناظير الليلية العسكرية. كلما اشتد الظلام ازدادت رؤيتها قدرة. تنجح الأسود في الصيد الليلي أكثر بمرتين مما تنجح في الصيد في النهار، كما أن معدل نجاحها بذلك في ليلة احتجب عنها القمر يزداد بنسبة 4 أضعاف تقريبا. الأسود قاتلة في الظلام الدامس، والجاموس المطمئن لا يرى شيئا إلا بعد فوات الأوان. على بعد 20 كيلومتراً ما زال الزعيم المخلوع يناضل في وجه واقع الحياة الوحشي بعيداً عن زمرته. ما زال يعاني إصابة في كفه تعرض لها خلال معركة خسيرها، ولا يبدو أنه سيشفى منها في وقت قريب. وحتى يتم ذلك سيبقى غير قادر على صيد فرائس سريعة الحركة. 7 أيام مضت دون أن يأكل شيئاً. بدأ جسمه يستهلك من مخزون الطاقة في عضلاته، وهذا يعني أنه بدأ يضعف. ما زال لحسن حظه يتمتع بحاسة نظر قوية. لقد رأى شيئا ما، إنه ضبع نائم. راح يقترب منه خلسة ليقف على مسافة كافية لمهاجمته، والجوع يشتد مع مرور الوقت.
للضبع مذاق كريه ولحمه لا يؤكل إلا عند الضرورة، لكنه في النهاية طعام، لهذا الأسد مضطر لأكله. قد يكون نوع الضباع خفيفاً، لذا على هذا الأسد أن يسير بصمت مطلق. يسير كمن يمشي على رؤوس أصابعه ويحاول تجنب إحداث أي صوت، كما تساعده بطانة قوائمه على توزيع وزنه على الأرض. تلتف كفه حول أي جسم ويحيطه بفروه السميك فيكتم صوت التلامس. لينمو بصمت من الحيوان النائم نوما خفيفا دون أن يوقظه. إن 40 كيلوغراماً من اللحم الخالي من الدسم ستزوده بحوالي 60,000 وحدة حرارية، وجبة غير شهية لكنها ستملأ بطنه لينام ويرتاح. أما بالعودة إلى أرضه السابقة فقد تغيرت الأشياء بعد أسبوع. لقد اشتد موسم الجفاف قحطاً، والجواميس هاجرت إلى مراع أكثر خراراً. لذا وللضرورة راحت زمرته السابقة تبحث عن فرائس متوافرة حتى ولو كانت غير شهية. يمثل غزال الإمبالا هذا البالغ وزنه 55 كيلوغراماً وجبة لا بأس بها بالنسبة للزمرة، لكن غزال الإمبالا خصم لا يستهان به. ومهما يكن حجم التحدي فعلى الأسود المحاولة. لأنها إن لم تقتل في كل مرة يتاح لها فيها أن تفعل، فستعرض نفسها لخطر الجوع الذي يزداد حدة يوما بعد يوم. يتمتع غزال الإمبالا بسرعة هائلة، ولا تستطيع أي واحدة من اللبؤتين المطاردتين القبض عليه. لكن عندما تشعر الأسود بأنه سيهرب، يقفز أسرع واحد بين أسود الزمرة واحد من الأسود المهاجمة وينقض على عنقه. قد يبدو الأمر كضربة حظ، لكن عملية الصيد قد خطط لها بدقة وعناية. لم يكن هدف اللبوءة الأولى هو القبض على الإمبالا، بل تغيير مساره. وعندما اندفعت الثانية نحوه، أرادت من ذلك سوقه باتجاه اللبوءة الثالثة التي نجحت بدورها في توقيت هجومها. تستهلك كل واحدة من اللبؤات حوالي 4200 وحدة حرارية، لكن الجهود أتت ثمارها. أما اللبؤة التي قبضت على الإمبالا أسرع مهاجمة في الزمرة فقد أصيبت بفخذها. وفي البرية قد يتحول أي جرح بسيط سطحي إلى أسوأ مما يبدو، وقد أصيبت هذه اللبؤة بجرح عميق. في الأسر يصل متوسط عمر الأسود إلى 30 سنة، أما في البرية فلا يصل إلى أكثر من 15 سنة. بعد 3 أيام نفقت المهاجمة، لا وقت للحزن، اللبؤة الأسرع تأخذ مكانها.
أما بالنسبة لزعيم هذه الزمرة السابق المعتاد على مشاركة الأسود الأخرى، فالوحدة لا تعرف الرحمة. إنه وحيد وعليه أن يعتمد فقط على نفسه. قد يعيش فترة على الفتات والبقايا التي يجدها. لقد مضى أسبوعان على نزول الأسد العجوز عن عرشه الذي تربع عليه سنتين. منذ ذلك الحين بدأت الأمور تسوء يوما بعد يوم. كانت اللبات في أيام حكمه تزوده بكل ما كان يستطيع أكله من لحم. أما الآن بعد خسارة أكثر من 50,000 وحدة حرارية بعيدا عن اللبات، فقد خسر أكثر من 6 كيلوغرامات من وزنه. لقد بدأ جسمه يستهلك من مخزونه. إن بقي فترة طويلة من دون طعام فسيتعرض جسمه للجفاف. تحصل الأسود على الماء الضروري لجسمها من الفرائس التي تصطادها، إذن إنه مصاب بالجفاف وضعيف وحالته سيئة. لكن رائحة جاموس منازع بالقرب من حفرة مائية هي فرصة أخرى للنجاة بالنسبة إلى الأسد، وقد تكون الأخيرة. 550 كيلوغراما من اللحم ولا مفترس آخر ينافسه. إنها وليمة لا ينازعه أحد عليها. جاموس بهذا الحجم سينقذ حياته، لكن عليه أولا أن يقتله. إنها بالنسبة إليه مسألة حياة أو موت. قد يتمكن أسد ذو صحة سليمة من قتل هذا الجاموس بواسطة أسنانه. يبلغ طول نبيه 7 سنتيمترات ونصف سنتيمتر، وهما متباعدتان 10 سنتيمترات الواحدة عن الأخرى، وهو البعد ذاته بين فقرات عنق الجاموس تنغرزان عميقا بين عظام الظهر، فتثقبان العمود الفقري للجاموس وتشلان حركته. لكن الحر وسوء التغذية قد أضعفا الكتلة العضلية لدى هذا الذكر الجائع. ناباه غير قادرين على بلوغ العمود الفقري، حتى إنه لا يستطيع اختراق الجلد بواسطتهما. يستطيع أسد سليم أن يعض بواسطة أنيابه القصبة الهوائية لدى الجاموس ويسد تدفق الأكسجين إلى رئتيه بقوة مقدارها 425 كيلوغراما. لكن قوة عضة الأسد الآن هي أضعف بكثير مما كانت عليه في السابق. هذه هي النقطة الصفر وهي تعني الموت. لدينا هنا حيوان قادر على الاصطياد وتأمين طعامه، لكن عندما يصبح هذا الحيوان خلف نقطة الصفر بسبب المرض أو العطش أو الجوع يصبح ضعيفا. إن لم يؤمن طعامه بنفسه فسينتهي أمره. لقد فشلت كل جهود الأسد العجوز لخنق الجاموس. أخيرا يستسلم. حالة زمرته السابقة ليست أفضل من حالته بكثير. خلال الأسبوع الفائت تمكنت الأسود من قتل ظبي واحد وعشر نوب صغير، وهذا أقل ب20% مما تحتاجه الزمرة من غذاء. إن صياد فريسة أصغر وأسرع يعني الاعتماد أكثر على أفراد الزمرة الأسرع. إنهما اللبؤتان المهاجمتان، لكن المهاجمة الجديدة لا تزال ضعيفة، وقد حلت حديثا مكان اللبؤة التي نفقت. إنها تناضل بقوة، لكن المهاجمة الأخرى المخضرمة هي التي تؤدي القسط الأكبر من المهمة. وبمهاجمة واحدة فقط يصبح الصيد أصعب، وبالتالي تبدأ الزمرة بالمعاناة.
عندما تقترب الأسود من قطيع غزلان تومسون الصغيرة والسريعة، تقف المهاجمة المبتدئة متفرجة وتتولى الأخرى تنفيذ المهمة. لا تبلغ غزلان تومسون الأصغر سنا وحجما سرعة تلك البالغة، وهي أقل منها خبرة في خداع الحيوانات المفترسة. لكنها لا تكفي لإطعام الزمرة. بعد أن ينتهي ذكران من التهام نصف الفريسة، يتركان أقل من كيلوغرام واحد من اللحم. الأسود لا تعاني فقط الجوع، بل أيضا سوء التغذية. إن لم تتمكن من اصطياد فريسة أكبر في وقت قريب، فقد تنفق. وعندما تنفق الإناث الواحدة تلو الأخرى بسبب الجوع، تنتهي الزمرة بكاملها في وقت قصير. لقد هاجرت قطعان الجواميس، وهناك زمرة مؤلفة من 12 أسدا جائعا. لم يعد بوسعها الآن الاكتفاء بصيد حيوانات صغيرة. عليها أن تصطاد أي حيوان تجده في طريقها، مهما كان كبيرا وخطرا. يزن الحمار الوحشي أو حمار الزرد 320 كيلوغراما، أي 5 أضعاف وزن الغزال الذي تقاسمته الزمرة آخر مرة. سوف يكفي حمار وحشي واحد لإطعام وإشباع كل أفرادها. لكن الحمار الوحشي حيوان خطر نظرا لقوته. إن أي خطأ صغير ترتكبه اللبوءة الصيادة قد يؤدي إلى نتيجة كارثية. لحمار الزرد فخذان قويتان قادرتان على تسديد رفسة قاتلة، وهي قوية بما يكفي لقتل اللبوءة أو لإصابتها إصابة بالغة في رأسها. تعرض اللبوءة حياتها للخطر كل مرة تحاول فيها مهاجمة حمار زرد، وقد لا تنجو، قد لا تصاب بجرح مميت، لكنها تتعرض لخدوش عميقة أو لكسر في ساقها أو في فكها أو في ظهرها، ولن يطول بها الأمر أكثر من 24 ساعة حتى تصبح عشاء للضباع. والأسوأ من ذلك هو أن حمار الزرد يركض بسرعة تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة، وهو أسرع من اللبوءة. واللبؤتان المهاجمتان هما الوحيدتان القادرتان على الإمساك به. فهما تنتظران بينما تقوم إحدى المطاردات بتشتيت القطيع. ثم تبدأ المهاجمة المخضرمة بشن هجومها. لكن تلك المبتدئة تقف متفرجة ثم تتراجع. ما سبب فشل هذا الهجوم؟ لعل أكبر مشكلة في اصطياد حمار زرد هي رؤيته. لا تستطيع الأسود التمييز بين الألوان، وهي غير قادرة بالتالي على التمييز بين خطوط حمار الزرد الطويلة أحادية اللون وبين العشب الأخضر المرتفع في السافانا. وهذا يكفي لكي تشن اللبؤة هجومها بعيدا عن الهدف، فهي من دون قفزة محكمة ودقيقة على ظهر الحمار الوحشي لا تستطيع أن تصارعه وتطرحه أرضا. إنها بداية الكارثة بالنسبة لزمرة الأسود. إن لم تتمكن المهاجمة رقم واحد من الإمساك بحمار زرد، فبالتأكيد
لن تنجح الثانية المبتدئة بالإمساك به. الزمرة تنتقل إلى موقع آخر، لكن المبتدئة تبقى في مكانها. لقد تعلمت شيئا ما من خطأ المهاجمة الأخرى، إنها تتموضع حيث لا عشب مرتفعا بينها وبين الحمار الوحشي، ثم تنطلق. لكن لطرح حمار الزرد أرضا عليها أن تثب وثبة متقنة دقيقة وتحط على ظهره على نحو مثالي. تستطيع اللبوءة أن تثب مسافة 10 أمتار، لكن لتحقيق وثبة كهذه على كل عضلاتها ومكونات جسمها أن تعمل بتناغم كامل. أولا عليها أن تكون قد بلغت سرعتها القصوى، كما أنها ستحتاج إلى قوة دفع هائلة من كفيها الخلفيتين اللتين يلامسان الأرض تحتها وتجتازانها بسرعة 17 مترا في الثانية، وعلى قائمتيها الأماميتين أن تتحركا بتناغم تام مع الخلفيتين لكي ينتفض عمودها الفقري بقوة وبسرعة. إن هذه التركيبة هي التي ستمنحها الديناميكية الهوائية الضرورية لكي تثب عبر الهواء. إنها تمسك بفريستها وتطرحها أرضا. يتكيف كل مخلب بمعزل عن المخالب الأخرى لكي يتناسب مع حركات حمار الزرد الذي يتخبط ويقاوم. أخيرا تطلق فكيها بإحكام على عنقه وتضغط بقوة 425 كيلوغراما وتقطع تدفق الهواء إلى رئتيه. بعدما أجهزت على فريستها تقدم منها الذكران لكي يبدأ بالطعام. بعد قليل سينال كل من أفراد الزمرة حصته. لقد مضى أسبوع كامل قبل أن تقوم اللبوءة المبتدئة بتأدية دورها كواحدة من اللبوءتين المهاجمتين، لكنها عندما فعلت أنقذت الزمرة من الجوع. لقد التهمت الأسود 320 كيلوغراما من لحم حمار الزرد وأكلت حتى التخمة وأصبحت غير قادرة على التحرك. القائد السابق أيضا غير قادر على التحرك، لكن لسبب آخر. لم يأكل شيئا منذ 3 أسابيع وقد خسر 27 كيلوغراما من وزنه. إنه مصاب بالجفاف والقروح تكسو جسمه الذي تنخره الحشرات رفيقته الوحيدة. إنها نهاية حزينة وقاسية للملك المنفي، كما كانت من قبله نهاية الذكر الذي خلعه وتربع على عرشه، وكما ستكون نهاية الذكور التي ستتوالى على قيادة الزمرة من بعده. خلال أشهر قليلة ولدت أشبال الذكر الحاكم الجديد. ذات يوم إن حلفها الحظ ستكبر وستقود زمرا خاصة بها، تماما كما ستأتي أسود أخرى لتتحداها وتخلعها عن عروشها وتأخذ مكانها. هكذا هي الحياة في السافانا. إنها قصة مستمرة منذ ملايين السنين.